إجبارا من يوم 1/7 امتحانات الدور التكميلي الثاني، وإحنا مستمرين به لغاية 20/7. أيضا طلابنا سوينا لهم دورات وتفهموا الموضوع وهم متفاعلين، وتجري الامتحانات بسلاسة، وإحنا نعتبر الحقيقة هذه رب ضارة نافعة. يعني ظروف الجائحة وظروف الصعبة خلتنا أيضا نتعود ونتعلم على كيفية إجراء الامتحانات، اللي هي حقيقة مو بس موجودة عندنا، موجودة حتى في خارج العراق. ونأمل إن شاء الله يوم 26/7 تبدي امتحانات النهائية لهذا العام، وإن شاء الله يكلل العام النجاح العام الحالي بالنجاح لكافة طلبتنا في كافة المراحل وللدراسات الأولية والعليا، ومن الله التوفيق إن شاء الله. بدأت الامتحانات التكميلية الدور الثاني في 1/7/2020. الامتحانات إلكترونية وجرت على الجوجل كلاس روم. يتم انضمام الطلبة قبل الامتحان، وبعد ذلك يتم متابعتهم عن طريق الجوجل ميت، ونعطيهم الوقت الكافي إن شاء الله للإجابة على الأسئلة. الحمد لله والشكر لم تحدث أي مشاكل في أثناء الامتحانات منذ بدايتها، لكن هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل جامعة البصرة وعلى رأسها السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي المحترم، وبمتابعة وإشراف أيضا مباشر من السيد عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور خليل إسماعيل الحمد المحترم، وبالتعاون مع السادة رؤساء الفروع التدريسيين ووحدة تكنولوجيا المعلومات. طبعا جهود كبيرة واستثنائية تبذل في هذا الظرف الصعب، وإن شاء الله نحن كلنا مشاريع لخدمة هذا الوطن وخدمة جامعتنا الأبية.